عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا وابتدى ينتشر بشكل كبير كبير في المجتمع. للأسف الشديد بقى في جري محموم كده وراء الترند. أنا عايزة أعمل ترند وخلاص، بغض النظر بقى شعور الآخرين، عاداتنا عاملة إزاي، يعني أخلاقنا شكلها إيه. والموضوع ده ابتدى ينتشر على وسائل السوشيال ميديا بشكل بقى ملفت للنظر. الترند الجديد بقى اللي احنا ابتدينا نشوفه انه بنلاقي فيديوهات ناس، مش ناس، اطفال بتتلذذ انها تعذب الحيوانات، تختار قطط كلاب وتبتدي تعذبهم وتحط الفيديوهات، وبغض النظر بقى عن احترام مشاعر الناس او الأخلاقنا أو تعليم ديننا أو أي حاجة، كل ده عشان يعمل ترند. طيب هل دي عاداتنا في مجتمعنا؟ العادات الغريبة والعادات الدخيلة على مجتمعنا دي مش عاداتنا ودي مش أخلاقنا. واللي بينتشر بشكل كبير دلوقتي وبينتج عنه المشاهد والفيديوهات اللي احنا بنشوفها دي كلها هتخلينا نقف قدام ايه اللي بيحصل في المجتمع. دي حقيقة. انا عايز اقول كمان يا رشا ان استخدامنا الخاطئ بشكل كبير جدا لمواقع التواصل الاجتماعي من الممكن انه ينتج تهديد لأمن مجتمعنا، وده بيخلينا كإعلاميين نتحمل مسؤولية التوعية بمثل هذه المخاطر. من طول الفترة او من فترة للتانية لازم نجيب مجموعة من الخبراء والمتخصصين عشان يوعونا بمخاطر الانجراف وراء سلبيات التكنولوجيا الحديثة. فخلينا النهاردة نرحب بضيف فقرتنا النهاردة الدكتور عصام الحموري الخبير في قضايا الجرائم الالكترونية. صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا دكتور عصام. صباح الخير يا فندم. دكتور عصام، يعني احنا بنشوف ترند وبنشوف حاجات يعني على السوشيال ميديا، بس الحيوانات انا بقالي فتره بشوف تعذيب الحيوانات، يلاقوا كلب من الشارع ويمسكوه بحبل بقى كده ويتلفوا حواليه ويقعدوا يعذبوه وكلب يقعد يصرخ. ليه ابتدت ودايما بنلاقيهم صغيرين في السن؟ يعني دايما اللي بيعملوا الحاجات دي بنلاقيهم مش كبار قوي في السن، في كبار بس في الصغيرين اكتر. ليه؟ طمع وجشع من ناحيه، ترند وتحقيق المشاهدات من ناحيه، طمع وجشع في ايه يا فندم؟ انا بعذب روح، بعذب روح. الموضوع ده هيخلينا نطرح يعني حاجه تقنيه، حاجه اسمها الدارك ويب وحاجه اسمها الديب ويب. الدارك ويب ده تطبيقات بتمارس يعني تجاره غير مشروعه، زي تجاره السلاح، زي تجاره المخدرات، زي تجاره الاعضاء. التطبيقات دي منغلقه على اعضائها، بتقدم مقابل نشر الفيديوهات كنوع من انواع التجاره غير المشروعه دولارات كبيره. ودي جت اتحققت في مصر في قضيه شبرا الخيمه اللي فيه طفل 15 سنه كلف رجل عاقل 42 سنه ان هو يقتل، يخطف ويقتل طفل عشان ياخد منه فيديو مقابل 5 مليون جنيه اللي هو صوره وهو بيقتله. انا عارفه الحادثه دي. ده الدارك ويب. على الجانب الاخر الديب ويب. الديب ويب ده الممارسه غير المشروعه في وسائل تقنيه المعلومات او السوشيال ميديا اللي هي متاحه للجميع، زي فيسبوك. يعني الديب ويب متاح للجميع، اي حد يستخدمه؟ متاح للجميع، هي ممارسه غير مشروعه في التطبيقات اللي هي متاحه للجميع. ده الفرق ما بينه. ديب ويب تطبيقات منغلقه لهذا الدارك ويب. اللي هو الدارك ويب منغلقه. منغلق. الديب ويب مفتوح. مفتوح. اللي هو عليه بقى الترند والمشاهد. الحيوانات؟ يعني ده اللي له علاقه بموضوعنا النهارده هو تعذيب الحيوانات. هو عليه بقى نشر العري، عليه الحيوانات. طيب معلش عشان برضو تفضل. افهم من حضرتك، لانه احنا بنتكلم على جرائم الكترونيه. ممكن يبقى لو انسان بيعذب او و و و الى اخره. لكن ممكن طفل زي ده يقول لك ايه؟ ده كلب من الشارع. يعني كلب او قطه يعني مثلا، يعني عارف حضرتك هو بالنسبه له ده مش جريمه، ده انا جبت كلب من الشارع وبعذبه وبوري الناس. بلعب. ده في اعاده نشر، ده في ناس بتدعي ان هي عذبت، يعني في اطفال بينزلوا، دي حالات واقعيه وقضايا عمليه، اطفال بينزلوا بيحملوا فيديوهات وصور لتعذيب من على الانترنت
ويعيدوا نشرها ويدعوا ان هم اللي عملوا كده عشان يكبر صفحته ناحية، عشان يحقق مشاهدة من ناحية، عشان يبقى مشهور على السوشيال ميديا من ناحية تانية. في يعني كوارث، فاحنا لو هندور بقى على السبب الأكبر لده هيكون في سوء استخدام التكنولوجيا لدى الأطفال هنيجي من 5 سنين. طب انا عندي سؤال قبل ما انا عندي سؤال مهم ممكن يبعدنا شويه، هو فكره زي ما انت حضرتك ذكرت الدارك ويب والديب ويب، ايه اللي يخلي يعني ايه الارباح الماليه اللي ممكن تعود على طفل او راجل من تعذيب حيوانات؟ لو تشرح لي النقطه دي لان لسه ما فهمتهاش. هو مش من تعذيب الحيوانات. هو لو هيشتغل على الدارك ويب فهو هيقدم الفيديو ده لتطبيقات، والتطبيقات دي ليها جمهور باشتراكات وبيتفرج على الفيديوهات دي وبيدفع فلوس. هي على الناحية التانية دقيقة واحدة برضو عشان ال 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 الديب ويب اللي هو المفتوح صح؟ الديب ويب اللي هو المفتوح مفتوح. طيب أنا هطلع بفلوس ليه؟ ما هو حاجة مفتوحة يعني. لا احنا هنا هنحقق مشاهدة على الفيديوهات نفسها من التطبيقات العادية زي التيك توك زي الفيسبوك. بس يعني أنا لو أنا صفحتي تجاوزت 10,000 و 600,000 ساعة تمام 600,000 دقيقة، أنا كده بحقق مشاهدات بحقق ربح، أبدأ آخد ربح على الفيديوهات. تيك توك الفيديوهات اللي زي دي بيقفلها وبيبقى فيه انتهاك لحقوق المجتمع، ما بيحصل بقى عليها فلترة بقى وبيحصل يعني عليها مؤثرات صوتية والكلام ده كله. يعني برضو أفهم معلش عشان أنا مش فاهم الحاجات دي قوي. يعني أنا لما حقق 600,000 دقيقة و ده معيار، ده معيار ان انا هبدا احقق ربح. الربح ده هل يستاهل ان انا اعمل كل ده؟ ما عشان بالدولار، فبيحقق كبير. في ناحيه تانيه لدى الاطفال من 13 سنه و 12 سنه عشان الشهره، عشان المشاهده مش غرض ربح، المشاهده عشان تبقى صفحته كبيره. عشان كده انا بطرح القصه من البدايه زي ما ناقشنا قبل كده في الاعلام قضية شبرا الخيمة. احنا بنتكلم في السبب عشان احنا نوعي الناس ونوصل لحل في الموضوع ده. الوقاية خير من العلاج. السبب في القصة دي ايه؟ سبب في قصة استخدام الاطفال للتكنولوجيا وخاصة الانترنت على الاجهزة الحديثة، لابتوب، كمبيوتر، ايباد، موبايل حديث في سن 5 و6 سنين. طيب 6 سنين يا فندم، اصل دي مهمه فلازم الاب والام يبقى فاهم. انا عايز اقف عند 5 و6 سنين، انا عايز اعرف هو وصل لكده ازاي 13 سنه. لان هو بيستخدم التكنولوجيا وبيستخدم الانترنت وعنده 5 6 سنين وبيستخدم العاب عنف. فالذكاء الاصطناعي بيستقطب استخداماته دي وبياخدها في صوره اهتمامات، بيحولها لخوارزمات يغذي بيها سيرفرات، سيرفرات تبيع البيانات لشركات التسويق. فبعد كده هيظهر له فيديوهات عنف، هيظهر له ألعاب عنف، هيظهر له ممارسات عنف، فهيتطور أسلوب العنف وممارسة ومنهج العنف من البداية. طيب أنا ممنوع إن أنا أستخدم الطفل مع الطفل الإنترنت. أنا عايز أقف في النقطة دي. قبل 15 سنة الطفل ده، حضرتك خبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، هل أنا عندي قانون ان انا اقدر احاسب بيه طفل عنده 7 سنين 8 سنين حط فيديوهات زي دي؟ ده طفل اقل من 7 سنين؟ لا، من 7 ل 15 في تدابير ممكن. تدابير تدابير حاجه اسمها اختبار قضائي يحكم بيه، تسليمه لاهله مع اخذ التعهد اللازم عليه، في ممكن توجيه اللوم او التوبيخ، ممكن ايداع في احدى دور الرعايه، ايداع في احدى المستشفيات. ما بعد 15 سنه يعني من 15 سنه ويوم تدخل في تقييد الحريه. ادخله دور رعايه عشان السوشيال ميديا؟ ما هو عشان هو هنا في خلل. انا بستخدم السوشيال ميديا في ايه؟ عشان احنا هنا ما بنتكلمش عن ال7 سنين وال5 سنين. طيب بنتكلم ان السبب في الموضوع ده وفي التطور ده عند الطفل استخدام التكنولوجيا معاك من بدايه 5 و6 سنين. طب ولكن من الذي سيشتكي هذا الطفل اللي جاب كلب او قطه من الشارع وعذبه فتحولت الى قضيه في الواقع العملي؟ في جمعيات حمايه حقوق الحيوانات، في جهات خاصه، في بعض الناس اللي هي جهات خاصه زي مين؟
ما انا عايز جمعيات اعرف جمعيات مجتمع مدني، جمعيات مجتمع خاصه مدني بهذا الشان، زي المجتمع المدني الخاص بقضايا المراه، زي يعني الخاص بقضايا الاطفال. في ناس بقى عاديه خالص بتتاذى من اللي بتشوفه، ممكن تقدم بلاغات، ممكن تقدم فعلا بلاغات. طب يعني احنا لو ممكن نقول اسماء، هو في حدث حصل من عشان برضو نوضح للناس ان لا احنا عندنا دوله وعندنا اجهزه. هو اشهر حد كان بيمارس الحاجه دي وهو كان يعني سنه اكبر من 18 سنه، هو مش طفل، هو شخص عاقل او بالغ، حد اسمه ابو نوح، واتقبض عليه من بيعذب حيوانات من ايام كان بينشر فيديوهات وبيعذب حيوانات وبينشر فيديوهات لتعذيب ناس، وبيقول ان هو اللي عمل مختلفه. يعني مجال الابتزاز مجال كبير، سواء حيوانات او بشر، واحنا اتكلمنا قبل كده يعني بره الابتزاز. يعني عموما يعني الجرائم الالكترونيه بشكل عام، الجرائم الالكترونيه بشكل عام. عايز اعرف منك المعوقات اللي ممكن تكون دلوقتي بتقابل القائمين على الامر في المنع الجرائم دي ان هي تحصل، سواء كانت ابتزاز او سواء كانت تعذيب. احنا هنتكلم على المواجهه الشرطيه بقى والمكافحه الشرطيه مش المجتمعيه. احنا بنتكلم على المعوقات. المكافحه الشرطيه هنبقى المعوقات اللي عندنا رقم واحد، ان الشخص اللي بيرتكب الجريمه دي بواسطه اكونت مثلا على الفيسبوك او الكلام ده كله، يكون بيستخدم بيانات وهميه او خط وهمي مش باسمه. فمش هيقدر يوصل، وما بيستخدمش خدمه انترنت من الاي دي اس اللي باسمه. وده طبعا وجهنا كتير المجلس القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات. لغايه النهارده في بعض الخطوط بتتباع في المحلات ب 200 و300 جنيه باسماء اشخاص غير اللي بيستخدموها. فلو حصل ان شخص معاه خط مش باسمه وبيستخدم وبيرتكب الجريمه دي، هيجي المتهم شخص تاني اللي هو مسجل باسمه الخط وما يعرفش عنه حاجه اصلا. ده اول المعوقات. تاني المعوقات انه يكون بيرتكب الجريمه دي من خارج القطر، يعني من خارج مصر. فهنا الجهه الفنيه بتاعتنا وحس انترنت ما لهاش سيطره على الاجهزه والاكونتات والحسابات خارج القطر. الموضوع يعني كبير، والموضوع كبير. اعتقد انه مش هيحتاج فقره، هيحتاج فقرات ان احنا نتكلم عليه، لانه الانترنت دلوقتي بقى يعني مفروض انه كان يستخدم او يستغل للصالح، لكن كالعاده بقت في حاجات كتيره دارك ويب وديب ويب وحاجات بقت طالعه. يعني المشكله انها لاجيال صاعده، يعني اجيال لسه صاعده، فمتخيل اطفال بتطلع بالمنتاليتي دي او بالافكار دي، التنشئه بتاعتهم دي التنشئه بتاعتهم، فما بالك ده هيبقوا عاملين ازاي في المستقبل. دكتور عصام، اكيد هنلتقي وهنتكلم اكتر من كده. انا بشكرك دكتور عصام حموري، الخبير في قضايا الجرائم الالكترونيه. شكرا يا فندم. شكرا. خلصت فقرتنا، ولكن نحن على موعد مع فقره غنائيه صباحيه ان شاء الله باذن الله تكون عجبكم. خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل بقى فقرتنا مره ثانيه.